بيبدأ المسلسل في مدينة صغيرة كل السكان اللي فيها محبوسين ومفيش طريقة يخرجوا بيها من المدينة، وزي ما شفنا في الجزء الأول إن السكان اكتشفوا وجود كائنات غريبة متنكرة في هيئة بشر بتهجم عليهم بعد غروب الشمس، وبيستخدم أهل المدينة حجر مقدس عشان يحميهم من الكائنات دي، وبيحاول عمدة المدينة والقس إنهم يحافظوا على النظام ويحموا سكان المدينة من الخطر. ووصل للمدينة عيلة ماثيو اللي واجهوا الكائنات من أول يوم ليهم، وحاولوا يلاقوا طريقة يخرجوا بيها بره المدينة، وعاشوا في بيت جديد لوحدهم ما عدا بنتهم جولي اللي قررت تعيش في بيت كولوني واللي بيكون مليان شباب وبنات زيها وبتنسجم معاهم. وبيتحبس في المدينه كمان توبي واللي بيتقتل في اول يوم ليه في المدينه، وبيكون معاه جايت صديقه واللي بيبقى الوحيد اللي بيشوف خيالات غريبه لرموز واشخاص ميتين، وبيحاول يفكر في طريقه يخرج بيها من المدينه. وكمان شفنا بنت اسمها ساره واللي كانت بتشتغل كممرضه وبتقول انها بتسمع اصوات بتجبرها تعمل حاجات بشعه في اللي حواليها، وده عشان تنقذ من خلالها ناس تانية زي انها تقتل توبي وبعدها تحاول تقتل الطفل ايثان، لكن بالغلط بتقتل اخوها نيسان وبتهرب. وبيقدر القس انه يقبض عليها وبيحبسها في قبو الكنيسه، وبيكتشف انها فعلا ممكن تكون الامل الاخير ليهم في النجاه من المدينه. وبيبدا الجزء الثاني من المسلسل مع الشاب كيفن وهو واقف قدام بنت جميله معاها ورد وبتحاول تغريه عشان يفتح لها الشباك، وبتظهر انها انسانه طبيعيه جدا لدرجه ان كيفن بيحس انها مستحيل تكون من الكائنات الغريبه وبيقرر يفتح لها. وفي مكان تاني في بيت كولوني بتبقى فاطمه بتجهز حفله لكل اللي في البيت، وبتكون شخص مرح جدا ومحب للحياه وعايزه تزرع الامل في قلوب كل اللي حواليها، وبتبقى جولي معجبه بيها جدا وانها دايما بتحسسها ان كل حاجه كويسه، وبتطلع فاطمه شنطتها واللي بتكون مخبيها من ترودي واللي بتاخد دايما اللبس من اي حد، وبتلبس فاطمه جاكيت اصفر بتحبه وبتدي لجولي فستان جميل تلبسه في الحفله، وبيجي اليس يتكلم معاهم لكن فاطمه بتكون زعلانه منه وده لانه بيبقى بيشرب كتير ومش في وعيه. وفي المطبخ بتشوف دانا فيكتور وهو بيدور على حاجه وبتساله عن اللي بيدور عليه، وبتعرف انه عايز خوخ فبتساله عن السبب، فبيقولها ان الخوخ هو الحاجه الوحيده اللي ما اتغيرتش، فبتعتذر له دانا لانها مش قادره تساعده في حاجه. وبنشوف كيفن وهو بيحط ورد كل يوم على شباك البيت، وبيجي ميعاد غروب الشمس وبيرن العمده الجرس وهو بيلف في الشوارع وبيتاكد ان كل الناس رجعت بيوتها قفلت على نفسها الباب. وفي بيت كيني بيعرض على جايد يتعشى معاه هو ووالدته، وفي المقابر بيبقى القس مصدق ان ساره بتسمع اصوات غريبه وده لانها اكتشفت مكان حاجه كان مخبيها ومفيش حد يعرف عنها حاجه غيره، وبيقرر انه يعترف للعمده بالحقيقه وبيروح لبيت العمده وبيستنى لحد ما يرجع. وفي بيت ماثيو بتتاكد تبثه من الابواب والشبابيك وبتكون قلقانه جدا على بنتها جولي، فبيطمنها ماثيو وبيقول لها ان دونا مسؤوله البيت هتقدر تحميها كويس. وبيفكر ماثيو في فكره انشاء برج هوائي لارسال واستقبال الاشارات، وبيفكر في موقع مناسب لبناء البرج واللي لازم يكون على مكان تضاريسه مرتفعه، وبيلاقي ان بيت كولوني هو انسب مكان للبرج. في الوقت ده بيبقى الشباب بيحتفلوا في بيت كولوني ومبسوطين، وبيرجع العمده لبيته وبيكون القس مستنيه، وفجاه بيبدا القس يحكي ذكرياته عن ازاي وصل للمدينه، وبيحكي انه كان بيشتغل في كنيسه في مكان تاني، وساعتها جاله طفل صغير عايز يفضل معاه في الكنيسه لكن القس ما كانش فاضي، واضطر يدى الطفل حلويات عشان يروح البيت واهله ما يقلقوش عليه، لكن بتجيله مكالمه من الطفل بيسمع فيها صوت والده وهو بيعتدي عليه بسبب سكره، فبيروح بسرعه لبيت الطفل وما بيقدرش يسيطر على نفسه وبيقتل ولد الطفل، وساعتها بيهرب. وفجأة بيلاقي نفسه محاصر في المدينة دي ومش عارف يخرج منها، فبيسأله العمدة عن السبب اللي مخليه يحكي له كل التفاصيل دي، فبيطلب القس منه ينزل معاه للقبو في الكنيسة، وبيشوف سارة وهي متأيدة في الكرسي بعد ما كل السكان افتكروها ماتت، فبيتعصب العمدة جدا وبيقول له إن كان لازم يطبق على سارة نفس القانون اللي طبقه على فرانك، لكن القس بيحاول يهديه وبيقول له إن سارة بتقدر تتواصل مع الأرواح وإنها ممكن تكون الأمل في خروجهم، فبيقتنع العمدة بكلام القس وبيقرر يدي سارة فرصة تانية. وبنرجع لكيفن اللي بيقرر إنه يفتح الإزاز للبنت الجميلة واللي بتوعده انها تدخل لوحدها ومفيش حد تاني معاها، واول ما بتدخل بتبوسه وفجاه بتقطع لسانه وبتقتله وبتسيب الشباك مفتوح. في الوقت ده بتكون فاطمه مستمتعه بوقتها في الحفله، وفجاه بتشوف ترودي وهي قاعده حزينه لوحدها فبتقعد معاها وبتحاول تخفف عنها وبتديها الجاكيت الاصفر اللي بتحبه عشان تكون مبسوطه، وبيطلع اليس لاوضته بعد ما بيكون شرب كتير، وبتروح جولي اوضه فيكتور وبتقعد تتكلم معاه وبتتفرج على رسوماته. وفي بيت ماثيو بتبقى تبثة بتحفر في قبو البيت، فبيطلب ماثيو منها انها تقعد مع ايثان وانه يحفر بدلها. وفي الكنيسه بيقرر العمده يستعين بساره عشان يكتشفوا مكان للهروب من المدينه. في الوقت ده بتدخل الكائنات الغريبه من شباك البيت وبتتحول الحفله لبيت رعب، وبتكتشف ترودي وجود الكائنات وبتصرخ باعلى صوت لكنهم بيقتلوها، فبتاخد دونا كل اللي في الحفله بره البيت، وبتطلع فاطمه تدور على اليس وجولي في الوقت اللي بتخرج فيه جولي مع فيكتور اللي بيحاول يحميها، وفجاه بيشوفوا نفس الطفل اللي ايثان كان بيشوفه وبيظهر كانه عايز يوديهم لمكان معين. وفي البيت بيشوف اليس ترودي وهي مقتوله وبتبقى لابسه جاكيت فاطمه وبيفتكر ان هي اللي ماتت وبينهار، لكن بتظهر فاطمه من وراه وبيدخلوا الاوضه وبيقفلوا على نفسهم الباب وبيحطوا حجر في كل مكان، وبيعرف العمده والقس اللي حصل وبياخد دونا وباقي المجموعه في عربيته، وبتصرخ دونا اللي ما بتكونش لاقيه فاطمه واليس وجولي. في الوقت ده بتوصل جولي مع فيكتور لمكان في الغابه وبيشاور لهم الطفل الصغير على شجره كبيره، وبتكون هي نفس الشجره اللي بتنقل الاشياء لاماكن مختلفه، فبتدخل جولي فيها وبيودعها فيكتور وبيقول لها تحاول تدور على ايثان عشان تحذره وبيديها كل رسوماته. وبتدخل جولي وبتلاقي نفسها في نفس القبو اللي جايد بيكون شاف فيه جثه وعلامه على السقف لكن محدش مصدقه. وفي بيت كيني بيشوف جايد صوره قديمه لبيت كيني وبيظهر
فيكتور فيها في الخلفية، وبيتصاب القس من واحد من الكائنات وبياخد اخر نفس ليه وهو بيصلي، وبيصلي مع العمدة وبيموت، وبيوصل العمدة سكان بيت كولوني المكان امان، وبيرجع للكنيسة وبياخد سارة معاه عشان يدوروا على مخرج من المدينة، وبيوصلوا الكهف في اول الغابة، فبيطلب العمدة من سارة تستناه قبل ما يرجع، وبيروح العمدة يودع ابنه أليس، لكن بيظهر انه مش عايز يتكلم معاه ومش بيرضى يرد عليه، فبيعيط العمدة وهو بيقول لابنه يبقى يفتكره لو مات، لكن أليس ما بيتأثرش وبيسيبه يمشي، وبيرجع العمدة للغابة، وفي الطريق بيفتكر ذكرياته الاول يوم جه في المدينة بعد ما قرر هو ومراته يعيشوا حياة أسرية بسيطة في مكان ريفي بعيد، وده بعد ما كانوا شغالين في الخدمة العسكرية، وبيفتكر العمدة نفسه وهو سائق عربية مع مراته إيرين ومعهم أليس ابنهم، لكنهم بيقفوا قدام الطريق المسدود من الشجرة وبيضطروا يرجعوا تاني، وبيتكرر نفس المشهد اللي بيتكرر مع كل شخص بيقرر يعدي من طريق المدينة دي، وبيلاقي العمدة نفسه بيلف في دواير وبيضطر يدخل المدينة في وقت الغروب بتاع الشمس، وبيشوف القصة وبسرعة بيطلب منه يدخل معاه للمدينة، فبيقلع العمدة ومراته وبيطلعوا مسدساتهم، لكن القس بيقول لهم انهم لو خايفين فعلا على حياتهم فلازم يجوا معاه، فبتنزل اسرة بوني من العربية وبياخدهم القس للقبو تحت الارض، وهناك بيقابلوا دونا وكذا حد مستخبي زيهم، ومن ساعتها بيفضل بوني عايش مع مراته وابنه، وفي يوم بيقرر انه يروح يتفقد اي مخرج للمدينة في الغابة، بيجي وقت غروب الشمس وقبل ما الكائنات تهجم عليه بيدخل جوه شجرة واللي بتكون نفسها اللي دخل فيها فيكتور وجولي، وبيشوف الكائنات لكنهم بيسيبوه وبيمشوا، وبيدور بوني على تفسير للي حصل وبيكتشف وجود حجر عليه تعويذة، وبيعرف ان هو ده السبب في حمايته منهم، وبيفتكر بوني مراته اللي ابتدت تتجنن وما بتكونش مصدقه اللي بيحصل، وبتقول انها حاسه انها في كابوس وهتصحى منه قريب، ومع الايام وفجاه بتاخد ايرين مسدسها وبتخرج تقتل الناس في الشارع بشكل عشوائي، فبيخرج بوني وراها وبيحاول يهديها، لكنها بتبقى اتجننت تماما وبتقول انها اكتشفت انها فعلا في كابوس، وان الحل الوحيد عشان تفوق منه هو انها تقتل كل اللي فيه، وفجاه بيظهر أليس وراها فبتوجه ايرين المسدس ناحيته، فبيخاف بوني انها تقتل ابنها فبيقتلها هو، ومن وقتها وبيبقى أليس شايف ان والده هو السبب في موت والدته، وبنرجع للحاضر في الوقت اللي بتحاول فيه فاطمه تقنع أليس انه ينسى الماضي ويشوف مشاعر والده تجاهه واتجاه اللي حصل، وفي بيت كولوني بيصلح كين البيت مع باقي الشباب وبيقدروا يقعدوا فيه من تاني، وبيروح جايد وماثيو البيت كولوني وبيطلبوا من دونا تسمح لهم يبنوا برج اشاره فوق بيتها، فبتوافق دونا من غير تردد، في الوقت ده بتقدر جولي ترجع البيت وبتحكي لاهلها اللي حصل، فبيقولها ايثان انهم لازم يلاقوا فيكتور، وبيبدا يدور في كل رسومات فيكتور اللي بيكون سابها لجولي، وبتنزل جولي القبو وبتقعد لوحدها، فبتحاول تبيثا والدتها تتكلم معاها وبتسالها جولي لو هي فعلا هتتطلق من والدها، فبتحكي لها تبيثا وهي متاثره عن اخر مره كانت فيها مع توماس ابنها واللي من بعد وفاته علاقتها بماثيو اتدمرت، وان على الرغم من انهم كانوا بيمثلوا انهم كويسين الا انهم حاسين ان في حاجات اتكسرت جواهم ومش قادرين يصلحوها، وفي بيت كولوني بيقتنع أليس بكلام فاطمه وبيقرر يعتذر لوالده، وبيروح وراه الغابه وبيكتشف وجود ساره فبيتضايق جدا، لكن بوني بيطلب منه يثق فيه وبيقول له يمشي، وبيكمل العمده طريقه مع ساره، في الوقت ده بيبقى ماثيو وجايد بيبنوا البرج وبيطلبوا مساعده من سكان المدينه، وفي بيت ماثيو بتكمل تبيثا حفر للقبو وبتلاقي ان الارض اللي بتحفر فيها بتوسع اكتر واكتر وبتظهر فتحه كبيره تحت الارض، واول ما بتنزل فيها بتشوف ماثيو وهو متعلق من رجله ميت، فبتتخض جدا، لكن فجاه بتقوم من النوم وبتكتشف انها كانت بتحلم، وفي مكتب العمده بيقرر واحد من الشباب اللي ساكنين في بيت كولوني انه ينتحر ويشنق نفسه في المكتب عشان محدش يمنعه، وبيبقى الناس قربت تفقد الامل في انها تخرج من المدينه، وفي الغابه بيتعمق ساره والعمده اكتر واكتر من غير ما يكونوا عارفين هما رايحين فين بالظبط، في الوقت ده بيبقى ايثان بيحاول يرتب الصور عشان يعمل سلسله من الاحداث اللي حصلت لفيكتور، وده بعد ما بيكتشف ان كل حاجه بتتكرر، وعشان يعرف الخطوه الجايه لازم يعرف ترتيب الصور، لكن تبيثا وجولي مش بيهتموا بكلامه وبيفتكروا انه بيلعب، وفي بيت كولوني بيبقى جايد وماثيو محتاجين مصدر للطاقه وبيبقوا مش لاقيين بطاريه العربيه، وفي الغابه بيكمل العمده وساره في طريقهم، وفجاه بيسمعوا صوت دوشه وبيمشوا ورا مصدر الصوت لحد ما بيوصلوا لشجره متعلق عليها ازاز كتير، وبيحاول العمده يجيب ازازه منهم، وفجاه بتنهار ساره على الارض وبيحصل لها حاله تشنجات واللي بتحصل لها كل ما الاصوات تتكلم معاها، وفي بيت كولوني بيتعب جايد وبيقرر يرجع البيت، وبيلاقي مسز لو قاعده بتدعي لجوزها وهي حزينه على موته، فبيحاول يخفف عنها، وبعدها بيشتكي من انهم مش لاقيين مصدر للطاقه في المدينه، فبتقوله ان الكهرباء في المدينه لا نهائيه اصلا وملهاش حدود، فبتيجي لجايد فكره وبيوصل الراديو بسلك متوصل بمصابيح الاضاءه وبيشتغل، وما بيكونش عارف برضه مصدر الطاقه اللي بتيجي للمصابيح منهم، لكنه بيفرح بوجود مصدر دايم للطاقه، وبيبلغ ماسي وباقي الناس وبيطلب منهم يجيبوا سلوك على قد ما يقدروا، وبنرجع للغابه وبيعمل العمده خيمه صغيره وبيستنى ساره لحد ما تفوق، واول ما بتفوق بيشوفوا حواليهم ضوء قوي جدا، وفجاه بتتعرض الخيمه للهجوم، لكن بيبقى العمده معاه الحجر المقدس والكائنات ما بتقدرش تهجم عليهم، وبعد شويه بيخرج العمده مع ساره وبيلاقوا كميه كبيره من خيوط العنكبوت حواليهم، وفجاه بيسمع العمده صوت واحده بتطلب مساعده، فبيروح ناحيه الصوت وبيكتشف انها مراته اللي ماتت، فبيخاف جدا وبيبعد بسرعه، وفجاه بيحس بنغزات في جسمه كله، فبيقلع التيشيرت بسرعه وبيلاقي عناكب على جسمه، فبتساعده ساره عشان يشيلهم، لكن بيفضل حاسس بألم طول الطريق وبيبقى مش قادر يكمل وعايز يستسلم، لكن ساره بتهديه وبتقوله انه عنده ابن لازم يرجع له، وفي بيت كولوني بيقف ايثان يتفرج على البرج الهوائي وبيتمنى ان فيكتور يكون معاهم دلوقتي.
دلوقتي. فبيطمنه ماثيو وبيقول له ان فيكتور اكيد كويس ايا كان المكان اللي هو فيه. فبيقول له ايثان انه اكيد بيأدي دوره. واخيرا بيلاقوا شارة من البرج وبيعرفوا انهم نجحوا، وبيسمعوا صوت بيقول لماثيو ان لازم تبيثا توقف حفر في القبو. فبيرجع ماثيو بسرعه في الوقت اللي بتكون فيه تبيسا وصلت لفتحه كبيره تحت الارض وبتقع فيها، وفجاه بتلاقي فيكتور قدامها واللي كان مستني ايثان، وبيوريها الرسومات اللي على الحيطه واللي بتكون شبه رسوماته، وبيظهر ان ايثان كان عنده حق في انه يتوقع الخطوه الجايه من رسومات فيكتور، وبيقول لها انها ما كانش ينفع تنزل هنا وان ده مكان نوم الكائنات المتوحشه. وفجاه بينهار السقف عليهم وبينقذ فيكتور تبيثا وبيتحبسوا تحت الارض. في الوقت ده بيبقى العمده مش قادر يكمل من شده الالم، وبيطلب من ساره تروح اي مكان امن قبل غروب الشمس. وفجاه بيظهر قدام ساره الطفل اللي ايثان بيشوفه، وبيقول لساره ان المكان غضبان لان الناس اللي فيه عايزه تمشي وتسيبه، وعشان كده هم كلهم محبوسين فيه. وبعدها بيشاور لساره على شجره معينه، فبتروح هناك وبتخلي العمده يدخل جواها وبتقوله انها تحصله. وبيدخل العمده جوا الشجره وبيلاقي نفسه في قبو مظلم وبيصرخ وهو بيطلب مساعده. وفي اخر مشهد في المسلسل بيظهر اتوبيس مليان شباب كتير، وبيبقوا مشغلين اغاني بصوت عالي وهم بيحتفلوا ومبسوطين، واللي معناه انهم الوجوه الجديده للمدينه اللي مفيش حد بيخرج منها. الفيديو ده كتبته مريم ابراهيم وسجله محمد طاهر، ده اللي هو انا يعني، ومنتجه محمود طاهر. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحه فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدراميه، وفولو لصفحه محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميديه، وفولو لصفحه هكونا مطاطا عشان تتابعوا ملخصات الانمي والكرتون. سلام.